تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، بنحبك يا سيدي، بنحبك يا سيدي. النهارده دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم للدوله المصريه في لقاء النهارده في المؤتمر الافريقي الامريكي للتنميه، وانا بدعم الدوله المصريه والسيسي، واحنا كلنا شاهدين على الانجازات اللي هو بيقوم بيها وشاهدين على التطور اللي موجود في مصر، وانا بشكر الشعب المصري الاصيل اللي هو واقف خلف قيادته وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا كجاليه عربيه هنا موجوده في نيويورك بندعم الدوله المصريه وبدعم الرئيس السيسي بكل ما اوتينا، لان احنا حاسين ان هو بيعمل كل اللي عليه، ولازم احنا كجاليه ولازم كشعب مصري يكون خلف القياده المصريه وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله مصر بتتبنى كدوله مصريه حديثه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله مصر للعلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بحبك يا سيسي خالص على اللي عملته، خليت فيه محبه بين المسلمين والمسيحيين، دي اهم حاجه، وربنا يديك الصحه ويقويك ويبعد عننا الارهاب. وبصراحه يعني انا رحت مصر السنه اللي فاتت وعجبت جدا من الحاجات اللي انت عملتها. سعيده جدا جدا ان انا جايه ادعم رئيسنا السيسي، وفرحانه جدا جدا، وكل ما بيجي هنا امريكا احنا اول ناس بيجي ندعمه. انا مش هتكلم عن الانجازات الكتيره قوي قوي اللي عاملها، لان كل عارف الانجازات بتاع ده الرئيس، بس انا بدعو شعب مصر كله انه يصبر ويدي للسيسي تايم، انه فرصه لانه يحقق الانجازات اللي هو عايزها كلها، لان كل ده هيعود على اولادنا واحفادنا. تحيا مصر ويحيي السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.